هذه خولة في عمرها 19 سنة، هي من المغرب، الأصل ديالها من مدينة الضل البيضاء ومقيمة فيها. هي حاليا في الدراسة وكدير واحد التكوين مهني محاسبة. مرحبا بك دائما مع شفيق ومحمد في البرنامج تعارف قصد الزواج. هي مطلقة. ربي يخليك. أوكي مرحبا بك. إذا مطلقة وخدات الطلاق ديالها مدة عام ونص. هي الله يتقبل شادة في الدين ديالها وتتصلي، والحمد لله ما كدوى على حتى شي مرض، الصحة ديالها جيدة. كتقلب على شي راجل الزواج اللي يكون العمر ديالو تيبدا من 26 سنة حتى ل 36 سنة. هذا الراجل ما يكونش العمر ديالو قل من 26 وما يكونش اكثر من 36. قالت لك اذا كان هذا الراجل ارمل او مطلق مرحبا به، ما عندهاش مشكل، ولكن اذا كنت ارمل او مطلق ما يكونوش عندك غير الوليدات، اوكي، بدون اطفال او تكون عازب، عمرك ما تزوجتي. فهي قالت لك هذا الشخص اذا كان خارج المغرب مرحبا في اي دولة، او داخل المغرب في اي مدينة، اوكي. اذا هي الطول ديالها متر و76 والوزن ديالها 96 كيلو. اذا هي قالت لك بغات راجل كيما كان، كاري ولا بدارو ما عندهاش مشكل. فقالت لك هذا الراجل ما تكون فيه حتى شي بليه، ما يكونش مبلي، يعني تيدير شي بليه تيكمي ولا التدخين او تيشرب الخمر او شيء من هذه الاشياء. فهي قالت لك بغات الشخص ان يكون شاد في الدين ديالو، يعني تيصلي بطبيعه الحال. فاذا كنت باغي هاد السيده هذه خولة اللي كاينه على المباشر حالا وعجباتك وباغي تكمل معاها حياتك في الحلال وباغي الزواج معاها، فغادي تكتب لي في الواتساب اللي غادي نقول الرقم ديالي على المباشر. انا باغي خولة الرقم ديالها 354. غتكتب لي انا باغي خولة الرقم ديالها 354. غتكتب لي رسالة انا باغي خولة الرقم ديالها 354. للمرة الأخيرة غتكتب لي انا باغي خولة الرقم ديالها 354. للرقم ديال الواتساب هو 00971 50 102 86 76. الرقم هو 00971 50 102 86 76.